أبنائي وبناتي أبناء الجامعات المصرية، على مدار الستة أشهر الماضية تعاملنا مع فريق العمل لإدارة مواجهات اليوم. الحقيقة أنا سعيد جدا أن أكون واحد من المشاركين، اعتقاد النهاردة ومشاهد شباب جامعات 25 جامعة مصرية. كل اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم، استمتعوا بهذا الأسبوع واستفيدوا منه. أنتم اللي هتكملوا المسؤولية قريبا جدا، فتتخرجوا إلى الحياة العملية بعد سنوات قليلة أو شهور قليلة. أتمنى لك أسبوع رائع جدا، وأتمنى لك تعود علينا كلنا وتعود على الشعب المصري.